ممتع. دام اني حرقتها في البث اللي قبل شوي، احرقها الحين. اوه في حرق، لا انت انا ابيك بتنحضر. هذيك اقوى. لا اقصد حرق من ناحية مو بحرق، حرق يعني اقصد حرق الحركة. يعني الخدعة خلاص شافوها المتابعين، يعني ما ينفع صدق يفهم عبد بدون العزيز حكاية. فهمت، مو بحرق، لا حرق. صدق ولا فهمت. ورمي شوفي، يعني ركزي معي. احرق الحركة، مو بحرق اولع فيها ايوه بقعة ايوه في الراسش. اسمعني لا تسبني. طيب كمل. طيب اغرب حاجة ممكن تصير الحين اللي انتم بتشوفونها، اي شخص فيكم يقول لي ستوب في اي وقت هو يبغى، انا بمشي في الورق كذا أنا بس يقول لي وقف. يلا يلا عادي، يلا قول لي وقف، ستوب. احفظ الكرت ولا تعلمني. أوكي خلاص حفظتوه كلكم؟ تمام. يلا نعيد نفس السيناريو ولا نغير السيناريو هالمرة؟ غير. نعيد نفس السيناريو عشان هم يعني ما شافوها. وانا صغير كانت امنيتي اكون رسام، فما نفع الموضوع، فقدرت بس اني ارسم شيء واحد اللي هي موهبتي، ادوات موهبتي اللي هي الورق. فقبل ما ابدا انا مخمن كرت عبد العزيز، تتوقعون هذا الشيء اقدر اسويه ولا لا؟ تقدر تسوي أكيد ان طبعا. شاء الله حلو، قدرة قادر. قولوا لي الصدق هذا كرته ولا لا، لانه يعرف يكذب عبد العزيز واجد. شكرا يوسف، لا صراحة أنا ما شفت الصراحة. ما هو ايش كان؟ طيب هذا هم كرتك يا بيكتبون عبد لك ايه العزيز؟ ولا لا؟ ايش لا كان؟ ايش كان؟ قولها والله يلا. ما شفت. 9 قلب احمر. شوف بو ما تغير لا شيء. شكرا يوسف. عشان الدفتر ما يتغير. طيب شت ما زبطت تدرون أمانة. 9 قلب أحمر ولا لا؟ لا تكذب عز علي. شكرا. إي والله، اي والله والله كلهم كاتبين 9 قلب أحمر. أيوة ما أتوقع أنها بتنجح هذه الخدعة هذه. طيب سوي الثاني. لا ما زبطت أصلا. بس عنده بلا لا مو احس بلا، الحين لأن ما أحس أن عنده التسعة، بلا. أحس أن هذا اللي أنا راسمه. بلاي مو بهذا يا جماعة. طب شك يا مغطي بأصبعك. 9 9 قلب. شوف يما يما انا صدق احس بعلق خلاص ما بيطلع. أقسم بالله يما ايش يا هذا؟ مجنون. اي كويس ضبطت. لا الله انا ابي خدعة اللي قبل شوي سويتها لنا، طلعت بكثرة. اوكي يلا. لا عاد لا تفضح. يخوف. يلا إيه ما ادري ايش. اي تفهم اشرت لك فقلبتها. يلا جاهزين؟ بنلعب مع صوتك ارتفع. شخصين علشان يكون في مصداقية. اوكي خلاص انا برا اللعبة. الورق شيء طبيعي كله مختلف صح ولا لا؟ تمام شكرا. ايوه مختلف ولا لا يا جماعة؟ مختلف مختلف. كول. اللي راح يصير الآن أبيكم تقولوا لي ستوب في أي وقت أنتم تبغونه. طب أحفظ الكرت وأنا طبعا ماني قاعد أشوف. أوكي كويس. خلاص واضح. تمام. طيب هذا هو في نص الورق. فضيها فغرة. مين اللي اختار الكرت اللي قال ستوب؟ منار. منار. منار شوفي، كل مرة انت بتطقين اصبعك يا منار كرتك بيطلع اول واحد. طقي اصبعك بس كرتك يطلع اول واحد. مرة ثانية منار عشان تكون في مصداقية. اي صح اي صح. شوفي شوفي مرة ثانية، طقي اصبعك يطلع مرة ثانية اول واحد. شلون شوفي كل مره يا منار انت تطقين اصبعك يطلع اول واحد. بس تدرين ايش اغرب حاجه؟ اختاري لي اي رقم من 1 الى 10. 7. ايش قايل لك يا عزوز؟ شفت الخدعه اللي سويتها قبل شوي؟ عارف انها بتختار 7. بتغيري رايك ولا لا؟ 5. 5 ولا 7 ثبتي؟ 7. اوكي 7. شوفي انا راح اقسم الورق 7 اقسام. حلو، أبقى أقرب الكاميرا بعد شوي. 1 2 3 4 5 6 7. الحين بقرب الكاميرا.
شوفي اختاري اي مجموعه انت تبغين، هالمجموعه اللي بتختارينها كرتك اللي هو اثنين نفس بيت بيطلع اول واحد، فلك الحريه اختاري اي واحد. اللي قبل الثاني في اليمين. هنا اي بتغيرين رايك ولا لا؟ لا. شوفي يطلع كرتك اول واحد، كيف مع انه كان كذا؟ عندك سبع اختيارات. مره ثانيه سلو موشن. اوكي هذه هي في نص الورق، راح احطها في النص. اختاري اي مجموعه انت تبغينها. من اي مجموعة ابغاها؟ اللي على اليسار اخر واحدة. كيف اللي صار اخر واحده؟ هذه اللي يعني يوسف هذه ولا ايش؟ هذه. ايوه طيب شوفي انا كسرت يوسف. طيب. مرة ثانية مرة ثانية طيب. مرة حبيت ثانية آخر مرة حبيت آخر مرة اختاري أي واحدة أنت تبغينها. اللي بالنص. هذه اي هذا المتوقع أنك تختارينه، عشان كذا حاطها هنا. اها شوفي تدرين ايش الشيء الغريب؟ ايش الغريب؟ اني كل مره اطق اصبعي تطلع اثنين هنا، ولو حطيت الورق فوق او طقيت اصبعي تطلع اثنين مره ثانيه هنا، ولو حطيت الورق هنا وسويت كذا تطلع اثنين مره ثانيه هنا، ولو حطيتها هنا وسويت كذا تطلع مره ثانيه اثنين هنا. تدرين ليش كل مره تطلع الاثنين اول واحده؟ طيب الاوراق مختلفه، خلينا نشوف. اي انت نفس الورق اللي من بالي يا البدايه. عبد العزيز، بقول الاوراق كلها اثنين اثنين. لا لا الورق هذا هو قدامكم فكله مختلف. بس تدرون ايش انت اغرب كنت حاجه؟ اي النوم. عزوز ابغاك تطق اصبعك بس. شوف تطلع اثنين على طول. الاغرب من هذا ان الورق كامل، ركزوا معي اللي راح يصير، ان الورق كامل اثنينات. بس في الحقيقة أصلا هو ما في ولا اثنين. كيف كذا؟ أجل كل والله كل مالي أنصدم زيادة، أقسم بالله انصدمت يا أخوي. اصبر اصبر دقيقة، اسمع خلينا نتفاهم. في واحد اسمه ايش اسمه؟ بكرة لازم أجيب ستاند وطاولة عشان أقدر أخذ راحتي. إيه بكرة لازم. إيه اليوم كان بس كذا سريع يعني. ضفتك يا بدر والمها. بس دقيقة، في واحد توقع انك تعرفه يعني، ساحر هو، سوالي نفس اللي انت سويتها. اي توفيق تعرفه؟ مين كبيرة؟ اي توفيق ما تعرفه؟ توفيق اسمه؟ اي يلبس نظارة؟ لا لا كذا الشعر؟ انا بكتب دايم والله ما ادري. اذا التوفيق اللي في بالي اي اعرفه. سوالي الحركة هذه وبعدها رحت أنام. لا لا في كثير والله، في خدع كثير. من روعة رحت تنامين يعني.